هيدي الطفلة اللبنانية ضحكتها كانت مليانة حياة وفرح مثل ما انتم شايفين، لحد ما اجت اسرائيل وسرقت منها هيدي الضحكة البريئة. نايا غازي وبيا صاروا بين عداد المفقودين مثل عشرات المدنيين التانيين يلي قتلتهم غارات اسرائيل الوحشية على لبنان. هيدا مثال واحد فقط على سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان. قبل ايام بس من الاعتداء الاسرائيلي الاكبر على لبنان من 2006 شفنا كيف اسرائيل فجرت اجهزة البيجرات واللاسلكي وعملوا مجازر العيون والاصابع، جرائم لازم العالم كله يوقف ويقول بكفي، صح؟ لا طبعا مش صح، لانه على ما يبدو في معايير مختلفه للتعاطف. I'm no supporter of Hezbollah or Hamas's actions whatever they be. My point is we have to have a consistent application of international law. Yeah. There has to be consistency in condemnation of evil acts of terrorists. Evil acts. I don't think blowing up the pages of terrorists in Hezbollah is an evil act. I think it's an act that we should all applaud. هيدي الجرائم وغيرها مش بس عم بتمر بلا إدانة، بالعكس في ناس بيلاقوا فيها مادة للسخرية والشماتة، حتى من مشاهير هوليوود مثل الممثل الأمريكي مايكل رابو يلي طلع يضحك بهستيريا من ضحايا التفجير. بيب بيب. بيب بيب. مش بس هيك، احتفلت بعض وسائل الإعلام بالنجاح التكنولوجي الإسرائيلي وكأنه يلي عم ينفجر هن آلات مش بشر. فكيف وصلنا لمرحلة العالم عم يتسامح مع الجرائم الإسرائيلية وعم يضحك على ضحاياها؟ هيدا يلي جاي أحكي لكم عنه اليوم بحكي منصات. أهلا حضرين، كنت سلمى بولي ترجاني تي لكنيات بشوك ريكا بتلتلي من ريكا. أهلا لوزة عود. نيويورك بوست الأمريكية مثلاً نشرت هيدا المقال بأول صفحات جريدتها وحطت صورة لأحد الضحايا وعنوان ساخر بيقول بيب بيب بوم. صحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية وصفت الترهيب بالضربة المذهلة. نيويورك تايمز الأمريكية الفرحة مش ساعتها ووصفت العملية بحصان طروادة العصر الحديث. والتليجراف البريطانية بتحتفل باستخبارات دولة أجنبية وقالت إنه الهجوم انقلاب قام به الموساد الإسرائيلي. وهيدي بس كانت بعض العناوين. الإزدواجية مش جديد، شفناها بوضوح خلال حرب الإبادة على غزة. الصحفية مولي شومان تحكي بشهادة نشرتها إنه مع تزايد عدد الضحايا ببداية الحرب على غزة حاولت تفسح مجال لوجهة النظر الفلسطينية وتستضيف طبيب فلسطيني كندي قال إنه عائلته احتمت بكنيسة بغزة بس غارة إسرائيلية قصفت المبنى. تعرفوا شو كان رد المسؤول التحريري بالقناة؟ قال له ممكن تستضيفيه بس لازم تقولي إنه الرواية مش موثوقة. الغريب إنه نفس القناة مررت عشرات الروايات المغلوطة من ضيوف إسرائيليين بلا أي تدقيق أو مساءلة. السؤال هون، كيف صار الدم رخيص؟ كيف صار الضحايا مجرد أرقام؟ أو حتى موضوع سخرية؟ So don't call me a racist. Biden believes the Palestinian life has the same value as Israeli life. Yes, I do. Absolutely not. Yes, I do. When it comes to Palestinian predicament. بحرب غزة شفنا كيف الإعلام الغربي أدان بكل قوة أحداث السابع من أكتوبر، بينما بالمقابل لما بيجي الحديث عن الضحايا الفلسطينيين أو اللبنانيين منلاحظ التهميش وكأنه حياتهم أقل قيمة. When you first introduced what's happening, you said more than 1,400 people have been killed in Israel and more than 4,000 in Palestine have died. I think language is really important. As a journalist, you have the moral responsibility to report on what's happening. Palestinians don't just die, they get killed. لهيك لما قررت إسرائيل تفجر البيجرات بلبنان وترتكب مجزرة بحق الآلاف لاحظنا التعامل معها كأنه شيء عادي. لا، الأسوأ أنه البعض شافها إما مادة للسخرية أو انبهار بالتكنولوجيا الإسرائيلية. On parle de prouesse technologique. Par exemple, ce matin, le Parisien parle d'une action déjà légendaire, une action exceptionnelle, titre Le Figaro. Un éditorial hier de Dov Alphon qui s'émerveillait devant la technologie. Nous sommes face à des attentats politiques de masse, des exécutions politiques de masse. Nous connaissions des exécutions politiques ciblées de dirigeants du Hamas, de terroristes, ça avait déjà existé. De masse. ونحن هون مش عم نحكي بس عن مجرد وسائل إعلام، لا كمان عن مسؤولين وفنانين، من بينهم المبعوثة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية يلي سخرت من تفجير البيجرز وكأنه الموضوع لعبة. After October 7th, there was a feeling around the world that Israel is weaker and in the. You want a beeper? I can give you a few.
كمان الإسرائيليين وصلوا لمرحلة إنه هن عم يتباهوا بالهجوم مش بس على المنصات، لا وكمان قدام الناس. خيز بوم 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 I'm here to say ayo ayo. We have a name for this operation. Operation below the belt. Damn, we have the biggest. But are you left with any? I mean, you gotta laugh about it. You know, when you will get out of the hospital without fingers, without a wee-wee, without the ability to see. It's very hard to eliminate you one by one. حتى إنه التباهي وصل لتهديد نواب فرنسيين. Vous allez bien, Sudan? Très heureuse de l'attaque. Vous êtes là? Vous avez plaisir? Vos beepers n'ont pas sonné? هيدي السخرية هي مش مجرد جزء من عملية تطبيع العنف الإسرائيلي لما شخصيات عالمية وإعلاميين بيسخروا من الضحايا بدل ما يأكدوا على حمايتهم. شو الرسالة اللي عم توصل للعالم؟ إنه هيدي الجرائم مقبولة مثلاً؟ إنه إذا كنت لبناني أو فلسطيني حياتك أرخص؟ إنه العنف بحق شعوبنا صار شيء طبيعي وحتى مادة للنكتة؟ السخرية من التفجيرات بلبنان ومن الضحايا هو مؤشر واضح على مدى تسامح العالم مع الجرائم الإسرائيلية. لا شك إنه من يوم التنين تبددت أي شكوك عن نية إسرائيل بالتصعيد أو لا. ضربات الإسرائيلية على لبنان قتلت المئات وجرحت الألاف. مقابل هيك السخرية من الضحايا مش مجرد تطبيع مع العنف، لا قد يعد كمان مشاركة واضحة بجريمة بشعة.